لأنه سوريا لك أنت قادر، ولأنه سوريا إلنا نحن قادرين، لأنه سوريا إلك أنت قادرة، أنت قادر. أنا قادرة أروح على مناطق مريحة أكتر وهي تحت سيطرة المعارضة، وحاول أشتغل هناك على المشاكل اللي ممكن واجهها بسوريا بعدين. قادرة أرسم بسمة على وجوه شوية أطفال بأنه جيب لهم شوية معجون وشوية ألعاب وشوية قصص. قادرة أساعد بالخبرات اللي عندي بالكتابة أو بالتصوير، عالم عم بحاجة لهي الخبرات وهي بمكان يعني بتقدر تنقل صورة بلدها وتعمل شيء. يعني قادرة وإذا صار أي شيء كمان يعني أنه حافظ على يعني ضبط أعصابي وساعد الناس على أنه يهدوا شوي. قادرة أتعامل بالقصص اللي علاقة بالصدمة، بجوز ما بعرف أسعف أوليا بس بعرف شو ما لازم أعمل وشو لازم أعمل على الأقل، ومين الخبير اللي أنا لازم أسأله. بعرف عوارض بعض الأشياء بحيث أنه أنا بقدر قيم. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا.